شوحها يا بداع الحبايب، هتعمر الطاسة ولا عن القلب غالي. وقطع مشاهدين في كون، اهلا بيكو، معاكم الحكم من قناة فود فايت. اي ايتم هعرضه يا اما يكون ضعيف او عادي او حلو او واو، وبليز لايكك اللذيذ وسبسكرايبك العزيز. الاثنين الاثنين. انجوي. وادي الفاتورة، هي بس فيها تغيير بسيط. داني ايتم الموزة الضاني ده كان بعد ما طبعنا الفاتورة خلصان، فغيرنا مكرونة فور وفتت لحمة محمرة. مع كل ده مديك 8 ترغفة، 5 معالق و5 شوك، خامتهم نظيفة، بس للأسف مفيش اي سلطات، السلطات برا الحساب بحساب تاني، ودي حركة انا بتقفلني عامة من اي مطعم. بس هندوق ونقول بما يرضي الله. ده ممبار، الصراحة التغليف نظيف والعلب اللي بتحفظ الحرارة ب46 جنيه. الرز مستوي، الفلفل خلطته حلوة، ممبراية ريحها حلو، مش بتعض منك او بتلك في بقك، لكن عليك كمية قليلة، لكن كطعم حلو. رز شعرية ب25 وملوخية ب25، يعني الكميات بالنسبة للأسعار في العادي، مش عايز أظلمهم وأقول السعر أوفر. ملوخية مش مجمدة، مظبوطة في السمك في الطعم. واو الملوخية، الرز مفلفل، توابل مظبوطة، سمنة بلدي باينة قوي في الرز وفي الملوخية، فمعلية الطعم على الآخر. واو رز شعرية، معلقة رز مع ملوخية، لما اتنين واو يجتمعوا مع بعض. التغليف بتاعهم حلو، وبيبقى حوالين العلبة ستريتش عشان لو حاجة زي الملوخية كده ما تقعدش تدلدق منك. سيدي هتدلدق اكيد مع الصفر. فرد حمام محشي رز للأسف مش فريك ب70 جنيه. صغنون اوعى 70. للأسف برضو الحمام بيبقى لحمته مش كتير. خلطة الرز عليها قرفة من جوه مع الكبدة والقنصة بتاع الحمام، مجرمين. واو الحمام، واو حلاوة الطعم تشفع لهم في غلاوة السعر. ربع كباب ضاني ب109 جنيه. نكهة الشوي باينة، توابل مظبوطة، لحمة ما فيهاش عضة غلسة العادي بتاعها، حلو الكباب. ربع كفتة ضاني ب87 جنيه. يعني ما اقدرش انكر ان اسعار الكباب والكفتة حرقين شوية. شايفين الكفتة بتاخد وتدي، ونسبة الدهون للحمة مظبوطة، الكفتة مش كبسة من جوه، نكهة الشوي باينة، حلوة الكفتة. نص فرخة شيش 58، يعني سعر في المعتاد.
حلوة، ما اقدرش اقول عادية، حلوة مش ناشفة، طرية، توابل في المعقول، مش اوفر، بس نكهة الشوي مش واضحة زي الكباب والكفتة. حلو. فتت لحمة محمرة ب114 جنيه، شغال السعر مش بطال. الرز والصلصة كان التوم والخل عايزين يزيدوا شوية، عادية يعني مش غريبة عن بتاعة البيت. طاجن مكرونة فرن باللحمة المفرومة عليه بشاميل ب60 جنيه، أحلى حاجة موضوع الطاجن الفخار ده، أحلى من العلب البلاستيك كمان. اللحمة المفرومة تحت، بعد كده المكرونة، وبعد كده البشاميل. حاطين بهارات لحمة مع جوزة الطيب، فمعلية الطاجن. بشاميل معمول بشوربة مش بمية، يعني معلقة السمنة البلدي ومعلقة الدقيق ومعلقة اللبن البودرة، مش مزودينها كوباية مية، مزودينها كوباية شوربة. اللحمة كتير، واو. طاجن مكرونة فرن، واو. ماشي، شكرا. الحمام كده، شكرا. شكرا. 45 دقيقة.